ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر ابرو في فيديو جديد. فيديو النهارده مروان موسى الكذب هبه، طبعا كتبت لي كتير الاغنيه دي، وبرده لسه عايز اعمل كيكي. يعني انا شفتها وكنت عايز اعملها النهارده، بس قلت لا اعمل كذب هبه وبعد كده اعمل كيكي، لان كيكي كتبت لي من اول ما بدات، بقى لها شهر تقريبا الناس كاتباها لي، وهي الاغنيه قديمه تقريبا سنتين حاجه زي كده، لان دخلت شغل. من ضمن الاغاني اللي انا ما سمعتهاش لمروان موسى هي والكذب هبه. الكذب هبه، انا ليه بتكلم كده؟ كذب هبه، ما علينا. خلينا نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه. يلا ليتس جو. اوكي، اربع انتصارات، 12 من 12. ليس هذا فقط، ولكن سجل التعادلات خالي، سجل الخساره خالي. مروان، مروان يا ولد يا مروان، لو مش مارو يبقى خارج نطاق الخدمه. قربت منها سيكا، قلت جمله شيك، زعلت مني، جبت 3 تفاحات من بورسعيد. قلبي ميت امسكي مرحوم، زعلت مني، جبت 3 تفاحات من بورسعيد. قلبي ميت مرحوم، ادفنوه في جنينه الحيمومات، حطيت افيون للاسود. فمش هقول امنياتي للجني، خلاص ده وعد مني. نفسي بس في ساعه سويسري مصنوعه من معدن هندي، مفصول في اوضه الانتظار واللي جنبي بترغي، بسمع الهضبه وهي بتسمع بوتشيلي. مين فخدت مين بوتشيلي؟ مين اللي جنبي بترغي؟ بسمع الهضبه وهي بتسمع بوتشيلي. مين فخدت حماري ومشيت، وخدت كليو باترا بار ورا البيت، بار ورا البيت. خدت حماري ومشيت، وخدت كليو باترا بار ورا البيت. بتقول انا عايز انفصال مش كوكتيل، طب عليا الطلاق اتخضيت. كهربت الجو بنظرة فولتات، عينيا شاحن، برنس في المزيكا منذ 1901. هي ساحر ريحة الارنب. هو السنة اللي اتولد فيها 1901. واو، انا ايه الغباء ده؟ انا افتكرت 1991. انا قدام الكاميرا يا جماعه في غباء بيطلع. اللي عارفين انتوا الشخص لما بيكون في حته كده بتبقى غباء بس ما بيطلعهاش وهو مع الناس، يعني انا بقى بطلع كل الغباء ده قدام الكاميرا، بقى من غير قصدي، ببقى غبي. اوكي، ببقى غبي فشخ، اللي هو مش قصدي. فانا سمعتها 1991، بس 1901 وبقول السنه اللي اتولد فيها. او بوي. هي شاحن، برنس في المزيكا منذ 1901. هي السنه اللي اتولد فيها. هي ساحر ريحه الارنب في البورنيتا فاحت، دماغي جابت وش سلندر فالشخصيه ساحت. مش سلندر، انسى غيرك، الكذب خيبه. هو كان زهقان وهو بيغني ولا ايه؟ فالشخصيه ساحت، انسى غيرك، الكذب خيبه. والطول حتى لو بتشب هيبه، قلت لها دوبي في الهوا ماليش في الكتمه. طب ليه تقارنيهم بالمستر؟ مفيش معادله، هاتهم بالحب لو ما جوش بالضرب. كنا هنتصالح بس ما وفوش على الشرط، اديت لك اصفر رغم ان المفروض كان. هو بيتكلم عن حد هنا صح؟ طردوا، انتوا حرين، ادوا بعض بالجزمه مبروك على الارض. ادوا البعض بالجزمه مبروك على الارض، لما بتجيب جزمه. واو. رغم ان المفروض كان طردوا، انتوا حرين، ادوا بعض بالجزمه مبروك على الارض. انا هو ده اللي بحبه في مروان موسى، تحس ان الكلام اللي هو ما تقدرش، يعني هو غير عقلاني، يعني ما مش منطقي، بس في نفس الوقت تحس ان هو منطقي. حد فاهم حاجه؟ هو ده اللي بحبه في مروان موسى، اللي هو بيقول كلام اللي هو لو انا قلته تحس ان هو ايه اللي انت بتقوله. بس مروان موسى او ابو يوسف برضو لو قاله تحس ان هو عادي قشطه، عشان ابو يوسف هو بيقول، او مروان موسى قشطه عادي لو بيقول الكلام ده عادي نقدر نفهمه. هما يعني انا قصدي لو انا قلتها بتحسوا ان ما علينا، خلينا نكمل. مفيش داعي احكي عن كل اللي شاغل البال، ماليش مش مطلوب اكون حقاني، عشان كل ما اقول الحق بيتحداني، وادينا اهو بعلم نفسي الكذب تاني. ابتديت اتبسط، رجعوني من الاجازه، في المكتب بزهق فبتفرج على روبي في الخباس، سخنت قلعت. رجعوني من الاجازه، في المكتب بزهق فبتفرج على روبي في الخباس، سخنت. سخنت على روبي. طب ما هي خليفه. طيب يعني اوكي، بس ترجع على فكره
مش بحب مية خليفة قوي يعني، مش من اللي هو بروح اعمل سيرش اللي هو مية خليفة. في ناس تانية بحب اتفرج عليهم، ما علينا يعني، ده مش موضوع. اوكي دعوني من الاجازة في حاجة ملهاش اي علاقة باللي احنا بنعمله دلوقتي. اوكي ده مش معناه ان انا ما اتفرجتش على مية خليفة، اتفرجت عليها اكيد يعني، عشان بحب لبنان. تاني مرة المكتب بزهق فبتفرج على روب. انا بودي نفسي في داهية مش عارف ليه، بس احنا كلنا شباب. اوكي حاجة ما علينا، خلينا نكمل. بودي نفسي في داهية. ابتديت اتبسط رجعوني من الاجازة، في المكتب بزهق فبتفرج على روبي في الخباس. سخنت قلعت تشيرتي فرموني في التلاجة، غرقت بالغلط وانا بشرب ليمون من الازازة. البت بارزة بره الدايرة زي القابل، اعجبت بيكي وبعد الفحص شايفك موديل، بنجز في شغلي اسرع من اريان روبن، وحتى الان لم احصل على جايزة نوبل. جت بالصدفة شفت وردة قطفها، اظرفها لايك واكتب لها بجد لقطة. بالنسبة لي الكراش ستافت كراست او شوت ويسكي، كانت طالبة مني شوكولاتة قلت لها تويكسي. المخرج قال لي تويكسي حلوة دي على تويكس كراست او شوت ويسكي، كانت طالبة مني شوكولاتة قلت لها تويكسي. المخرج قال لي ايه اللي انت لابسه ده اللي مش من سنك، فحلقت شلبي مع مدحت بالصدفة شفت منا ينهر ابيض وقف بينا. طب خش سنة خليته يسيبنا، ركبنا الفيرنا وللصبح سهرنا. بوست الاميرة مياو. طب خش سنة خليته يسيبنا، ركبنا الفيرنا وللصبح سهرنا. بوست الاميرة طولت لساني، بقيت ضفدع مش هستخدم تندر تاني. يا ريتك كنت اخترت كرامتك، مقدرش يمسك نفسه كل الطرب في المطبخ. بدل بدلة بط عشان سيق في إدارة الصفقة، بتعمل نفسك فايتر سايبك في الحرب بتتشقلط. مهما تدي نظرة شر في بطاقتك، عمرك يا اسطى ما تخطيت مرحلة المراهقة. مفيش داعي احكي عن كل اللي شاغل البال، ماليش مش مطلوب اكون حقاني، عشان كل ما اقول الحق بيتحداني، وادينا اهو بعلم نفسي الكذب تاني. متدربين عليك متدربين عليك خد. هو ما قالش لحد دلوقتي كذب ايه بس، ها؟ لعب مش بالصدفة، خطة لعب بتلعب لعبة التماس على مروان، مروان يزحلق للخلف ينطلق بقى هاي لعب من الخلف للأمام. لوجو باتمان على توكة الحزام، حبيبي سرحان في صورتك من زمان، مديلة نفان وهتيلي تعبان وقليلي بتنجان وقليلي الفنجان في تركمانستان. تمام بقين على سيراميك، طب لوكيني لما بزيك يا ابني كفاية رغي، صدعت والناس اتهرت، وش فيه وش وظهر دي كتابة ملك. المشرف قال لي ترفع ايدك هاكلك بسناني، فرفعت صباع ديناميت نط من الدور التاني. هو في ايه اللي حصل؟ ارفع ايدك هاكلك بسناني، فرفعت صباع ديناميت نط من الدور صباع ديناميت اوكي تاني. ولعت فيهم بالاغاني جبهة نار، ايوه مارو نص الماني وده استعمار. ما زالت ده استعمار اوكي اوكي تاني جبهة نار، ايوه مارو نص الماني وده استعمار. ما زالت محاولات الخصم منخفضة، مش بنختلط هجهدك زي بنت مرتبطة. انت الخصم الحاجات اللي بتبقى ورا دي بتعجب من فشخ. ايوه مارو نص الماني وده استعمار. ما زالت محاولات الخصم منخفضه، مش بنختلط هجهدك زي بنت مرتبطه. انت صفر بكرهك بالقسطه وضبك دايره اصحابك. اوكي الاغنيه حاسس ان هي ما كانتش هتخلص، حاسس ان هي مطوله، بس هم مش عارف تقريبا ان هو خلاص بقى مروان خلاص يعني. سيبك من المايك يعني، حد ياخد منه المايك مش عارف، حسيت كده يعني. بص النهايه بتاعتك انت صفر بكرهك بالقسطه وضبك دايره اصحابك. في تكمله يعني صوت ويتي في انتوا اللي هو واو. واربع دقايق وشويه، اربع دقايق وشويه مروان موسى واو، تقريبا دي من اطول الاغاني. ما علينا، اغنيه هي مش واو بس فيها حاجات حلوه يعني. الطريقه اللي هو في الاول انا كنت مستغرب ان هو مش مروان موسى، وبعد كده حسيت ان في الكلام اللي هو بقى مروان موسى، عارفين اللي هو في البدايه اللي هو لا هو ده مروان موسى، هو ده مروان موسى القديم. وبعد كده لقيت الطريقه بتاعته اللي هو يجيب كلام فوق كلام غريب، زي اسمها ايه اغنيه شيراتون اللي هي مش عارف كوكا كولا وديها بوسه، وكلام ملوش علاقه ببعضه.
او هو ممكن يبقى ليه علاقة بس انا مش قادر استوعب العلاقة، فاهمين؟ بس اغنية مرحة، مش واو، اوكي مش واو، عشان في ناس بتقول لي هو انت بتقول كده عشان الرياكت ولا انت ممكن تسمع؟ لا دي انا عمري ما اسمعها لوحدي، اوكي يعني انا قلت ان هي حلوه كطريقه مرحه، كاغنيه مرحه بس مش اكتر. هل انا اقدر اسمعها وانا لوحدي؟ لا مش من ستايل خالص، انا ممكن اسمعها اللي هو اوكي حلوه ومش عارف ايه خالص، اوكي هي ولا عجباني، فاهمين حاجة؟ علينا. ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، اقول لكم يلا تشوس.